خالد برضو عايز اسالك من حيث الاهميه بالنسبه للجمهور، جمهور يبص لافريقيا ولا يبص للدوري ولا يبص للكاس؟ احنا عارفين جمهور بص يا كابتن حسام، خلينا نتفق انه ده بيختلف على حسب نوعيه الجمهور. نعم. لو انت بتتكلم عن جمهور نادي عادي فبالنسبه له اي بطوله تكفي. انا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي اي بطوله لا تكفي، وكل بطوله هي مهمه حتى لو كانت شرفيه. النادي الاهلي مكسبه لاي فريق، ده جماهير النادي الاهلي بتزعل من خساره الفريق لنقطتين بالطبيعي، طبيعي او يعني لما بتعادل بيزعل. في انديه تانية تختلق مبررات، لا جمهور النادي الاهلي دايما بالنسبه له الفوز فقط. في ناس هتقول لك ده غلط، دي عقليه ويقين جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي لابد انه يكون دايما في المقدمه، دايما لابد انه يكون في الصداره، وبالتالي بالنسبه له سواء كاس، سوبر، دوري، افريقيا، كل مهم. كل مهم. من يصنع المقارنات ويصنع المبررات هو الفريق اللي ما بيكونش قادر يحقق بطوله، فبيحاول او جماهيره او بيحاولوا ان هم يخلقوا بطوله من بطوله اضعف. ده واضح وده دايما موجود. وبنلاقيه على فكره مش في مصر بس، انما دايما في العالم كله. في العالم كله، بس بيبقى زايد شويه في مصر. لانك لما بتكون في بطوله دايما مستعصيه عليك ومش عارف تعملها، دايما تحاول تقلل منها. دايما في اوقات دايما كنا بنحس ان كاس مصر دي بطوله قويه جدا، لان اعتاد نادي الزمالك هو اللي بياخدها، وبالتالي لو خرج نادي الزمالك من الكاس او اي نادي تاني يقلل من البطوله. اي بطوله بيخرج منها النادي المنافس بالنسبه له بتبقى البطوله هي القليله، واي بطوله بياخدها النادي المنافس هي بتبقى البطوله الكبيره. احنا في او النادي الاهلي جماهيره مش كده. الجماهير هي عارفه البطوله، اي بطوله اسمها بطوله، اي مسمى لبطوله هو بالنسبه له مهم. انا النادي الاهلي هو رقم واحد. فهو ده الفرق. الفرق ما بين جماهير النادي الاهلي واي نادي تاني. طيب حلو جدا.